هو رمضان راه ماشي غير الامساك عن الطعام، هو الله سبحانه وتعالى ملي قال لنا صوموا راه هو الامساك عن الطعام، اتساع الخاطر، المسامحه بين الناس الى غير ذلك. اذا الله كيعطيك هذا الشهر المبارك باش يعني كديروا بجميع يعني بالعباده، بالصلاه، بالامساك، باتساع الخاطر كما قلت لك، بالاحسان الى غير ذلك. وبالتالي خص الانسان يتخشع بالديانه الاسلاميه، وربما انه منين كيتخشع اكثر غيتخشع اكثر، حتى ذاك النرفازه وداك الشيء راه ينقص منها. حنا كنشوفوا الناس كيدازوا على والو، الا شتي غير داك 3-4 العشيه، خرجتي غير في الشارع كتلقى الناس كيدازوا، لان كاين واحد لو مونك، كاين الناس اللي كتكمي مثلا هما هذو كيتعصبوا، الناس اللي مدمنين على القهوه كيتعصبوا، الناس اللي عندهم التجاره ديالهم بعد النوبات الى غير ذلك كيتعصبوا مع المشاكل اليوميه الى غير ذلك. هنا خص الانسان شويه يكون عنده اتساع الخاطر ويبرد شويه كما كيقولوا بالدارجه.